ولمعرفة المزيد حول جهود تيسير الخدمات المقدمة للحجاج نتابع مع موفد التلفزيون المصري عبد الله بركات. نحن الآن على صعيد عرفات قبل ساعات قليلة من تصعيد الحجاج إليه لأداء الركن الأعظم في الحج وهو الوقوف بعرفة، حيث يباهي الله بهذه الحشود أهل السماء ويشهدهم أنه قد غفر لهم. هذه الاستعدادات التي نراها في كل اتجاه على صعيد عرفات لاستقبال ضيوف الرحمن، من بين من يأتون إلى هنا هم أكثر من مليون حاج من مختلف بقاع الأرض. هناك حوالي 20,000 حاج من الحجاج المصريين، بينهم 6,400 حاج من حجاج القرعة. بعثت حج القرعة وعلى قدم وساق استعدت لاستقبال هؤلاء الحجيج، سواء من خلال المخيمات التي تم اختيارها بعناية بالقرب من جبل الرحمة، وأيضا على المسارات المحددة للحافلات بحيث ييسر على الحجاج عند عملية النفرة أن يتوجهوا مباشرة إلى المزدلفة ومنها إلى منى. هذه الاستعدادات والمخيمات بها كافة وسائل الراحة للحجاج، سواء من تكييفات أو مبردات على مدار اليوم حتى غروب شمس يوم عرفة. بعدها يتوجه الحجاج إلى مزدلفة ومنها إلى منى، وهناك أيضا المخيمات والتجهيزات التي قامت بها بعثة حج القرعة للحجاج هناك، سواء فيما يتعلق بالتكييفات، ما يتعلق بالمبردات، ما يتعلق بالوجبات الساخنة التي سيتم توزيعها على الحجاج سواء في عرفات وسواء في منى. ما يتعلق بالسلطات السعودية بالطبع هي استعدت استعدادات كافية لاستقبال هذه الوفود والحشود الكبيرة بعد عامين من التوقف بسبب جائحة كورونا. هنا في كل مكان هناك نقاط أمنية، هناك انتشار أمن كبير، هناك مسارات محددة للحجاج، أماكن انتظار للحافلات، أماكن خاصة بتلقي الرعاية الطبية والصحية للحجاج. كل الأمور هنا ميسرة ومستعداد تام لاستقبال الحجاج، أكثر من مليون حاج بينهم أكثر من 20,000 حاج مصري لاستقبالهم لأداء الركن الأعظم في الحج وهو الوقوف بعرفة.